ثلاث شباب عملوا خطأ كبير جدا ودخلوا الطريق هذا اللي ممنوع أحد يدخل، فجأة طلع لهم مخلوق غريب جدا. بداية القصة، الطريق هذا معروف ومشهور جدا في أمريكا بسبب كثرة الجرائم اللي حصلت فيه وصار مهجور، والجميع ابتعدون عن هالطريق، لكن مجموعة الشباب هذول قرروا أنهم يغامرون. وفي طريقهم وجدوا فتحات وأنفاق مخيفة، وزي ما سمعتوا بعد ما اقتربوا من واحدة من الفتحات هذه سمعوا صوت صراخ عالي جدا، وقرروا أنهم يسكتون جميعا ويسمعون الصوت ثاني مرة. واختفى الصوت تماما، لكن وجدوا كتابات غريبة جدا فظنوا انه في احد داخل محبوس بسبب وجود شبك في الخارج. وعلى طول قرروا انهم يهربون، لكن الطريق كان طويل جدا ولهم اكثر من نصف ساعة الى ان وصلوا لهذا المكان. في النهاية لسه ما تابع.